أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة الإيمان والعمل، هل العمل شرط كمال في الإيمان؟ وما العمل؟ ما علينا من هالكلام هذا، علينا أن ندرس العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من خالف هذا فلا علينا منه، هو ضال على كل حال. نعم.